شبكة منهاج السنة للدراسات والبحوث تقدم. لهذا تركت التشيع. سلسلة فريدة تتناول قصة رحلة صادقة في البحث عن الحقيقة، يقدمها الشيخ المهتدي الخطيب الحسيني، يوضح فيها الأسباب التي دعته لترك الدين الإمامي الاثني عشري وما رآه من ضلالات مرجع التقليد الذي كان يقلده وانحرافات المعممين. يأتيكم ولأول مرة عبر شبكة منهاج السنة. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. لهذا تركت التشيع. يا حسين دخيلك، يا حسين ادركني، يا حسين اغثني. هي هذه عقيدتي وهذه عقيدة المراجع وعقيدة الشيعة، نستغيث وندعو الحسين ونقول هو حي الآن لأنه شهيد، فما زال شهيد وحي، إذن حاله حال الأحياء، ولذلك نستغيث كما نستغيث بعلي وغيره من الأئمة. هذه عقيدتنا وواضحة والكل يعرف هذا. لنستمع الآن لعبد الحميد المهاجر وهو يقول: يا حسين أعطني. إذا قلت يا حسين أعطني الأمر طبيعي، توحيد، كأنه حي جالس معك. نستمع. لا، إذا قلت يا حسين أعطني، الحسين باب الله، هذا هو التوحيد. كذلك نستمع للشيخ عبد المحسن الصالحي وهو يذكر توسل السيد المرعشي لقضاء الحاجات، أي إنه دعا الحسين وطلب منه 12 حاجة، يطلب من عندلية وأمور كثيرة، لأن الحسين يعطي، هكذا نعتقد. سامعين بالسيد المرعشي رحمة الله عليه؟ السيد المرعشي يقول: بداية شبابي عندي 12 حاجة، 12 حاجة عندي متعسرة صعبة ما يقدر واحد يقضيها إليك. قلت وين أروح؟ جيت للحسين صلوات الله وسلامه عليه. وين أقعد حتى يشوفني الحسين عليه السلام؟ ها؟ أين أجلس حتى يراني سيد الشهداء؟ وين؟ يقول قلت ما معقول الحسين ما يلتفت العلي الأكبر بالليل، خلي أقعد يم علي الأكبر. قلت لسيدي اقضي لي حوائجي بحق ولدك علي الأكبر. زين؟ هذا الذي تعلمناه من المراجع، من المعممين، من المجتمع، تربينا على هذا. نستغيث بالحسين: يا حسين ادركني، يا حسين اغثني في الشدائد وفي كل شيء. طيب، لكن لنأتي إلى عقيدة العقيلة زينب أخت الحسين التي كانت معه في واقعة كربلاء. هل هذه العقيدة اللي أنا عليها ومراجعي والشيعة هي نفس العقيدة؟ أم إن العقيلة زينب لها عقيدة تختلف عن عقيدة معممي ومراجعي؟ نقرأ هذه الوثيقة، وهذه الوثيقة هي لكتاب سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام، الجزء الثاني صفحة 87 وصفحة 88 للخطيب الشيخ محمد الهنداوي. يقول: فخرجت الحوراء، طبعا هذه في واقعة الطف والكل يعرف هذا، فخرجت الحوراء زينب عليها السلام تستصرخ أخاها الحسين، وقفت على التل أي مرتفع،
ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب: يا ابن أمي يا حسين، حبيبي يا حسين، إن كنت حيا فإدركنا، إن كنت حيا فإدركنا، فهذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. لاحظتم العقيلة زينب تقول: إن كنت حيا فإدركنا، تستطيع حي، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. ففرقت بين الحياة والموت، وهي تعلم أنه شهيد حي، تعرف هذا، لأن هي أخت الحسين، والكل متفق معي بأن العقيلة زينب هي أعلم بالحسين من المراجع والمعممين. طيب، إذن العقيلة زينب لم تقول: يا حسين إن كنت حيا أو ميتا فإدركنا، لا، هذه فقط مقولتنا احنا الشيعة ومقولة المراجع: يا حسين ادركنا، يا حسين اغثنا، ميت حي. لكن العقيدة زينب فرقت بين الحياة والموت وقالت: إن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله، هكذا قالت وهكذا تكلمت، لأنها تفقه. لنسمع الآن لأحد الرواديد الحسيني وهو يؤكد هذه القضية، والجمع الشيعي أمامه فقط يلطم بس ما يفهم، ما يفقه المسألة إيش. لنستمع. يا حسين الكل تحيّن فأدركنا، والكل تميتاً فأمرنا وأمرك إلى الله. سمعتم؟ إن كنت حياً فأدركنا، وإن كنت ميتاً فأمرنا وأمرك إلى الله. كذلك نستمع للخطيب اللي هو السيد أبو إبراهيم الموسوي، وهو يذكر ويتكلم بنفس المسألة ليعرف الناس حقيقة عقيدة آل البيت بأنها لا ترتبط ولا تنتمي لعقيدتي أنا الشيعي. نستمع. وإذا بصوت يتمادى إليه من داخل الخيام: أخي حسين كنت حيا فأدركنا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. طيب، إذن الآن لماذا قالت العقيلة زينب إن كنت ميت فأمرنا وأمرك إلى الله؟ لماذا علقت الاستجابة الحسين في حال حياته واعتذرت له في حال مماته؟ تعرفون لماذا؟ السبب واضح، لأنها على عقيدة جدها رسول الله، لأنها على عقيدة علي، على عقيدة فاطمة، على عقيدة الحسين، وتعلم عند اليقين بأن الحي لا يستوي مع الميت، فقالت: إن كنت حيا فإدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. فمتى يا أيها الشيعة، متى نكون على عقيدة العقيلة زينب وعلى عقيدة آل البيت؟ فما قالت هذا القول العقيلة زينب التي هي أعرف بالحسين وتعلم أنه شهيد والشهداء أحياء، لكنها فرقت بين الحياة والموت لأنها فقيها في كتاب الله عز وجل، وهي تستند إلى قوله تعالى كما قال الله تعالى: إذن هذه هي عقيدة آل البيت، وأنا تركت عقيدة المراجع لألتحق بعقيدة آل البيت، عقيدة التوحيد، عقيدة التفريق بين الأموات وبين الأحياء، فهم أحياء قد ماتوا والله حي لا يموت، وأدعو الشيعة أن يتعلقوا بالحي الذي
لا يموت. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبكة منهاج السنة للدراسات والبحوث تقدم لهذا تركت التشيع.